بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والأثاث هو ما يوجد في البيت مما تتطلبه حركة الحياة كالأبسطة وكالمفارش وكاللباس وكالستائر. والمتاع هو ما يستمتع به. والفرق بين الأثاث والمتاع أن الأثاث قد يكون ثابتا لا يتغير كثيرا، ولكن المتاع قد يتغير حسب الايه؟ حسب الحاجة. فأنت مثلا إذا جئت بتلفزيون مثلا وبعد ذلك جاءت ماركة أخرى ملونة تقوم شيء، إنما الحاجات الثابتة دائما اللي ما بتتغيرش تأتي مثلا بثلاجة، تأتي مثلا بغسالة، تأتي بالحاجات اللي هي دي، تأتي بأدوات مطبخ، تأتي بالأشياء التي تستمتع به استمتاعا مكررا غير الاستمتاع الرتيب. ومتاعا إلى حين، استكمال مقومات حياة، جعل لنا سكن وجعل لنا مش عارف الأصواف والأوبار والأشعار ونكسي ونلبس ونعمل في البيت أساس ومتاع. الإنسان قد يغتر حين يستوفي متطلبات حياته، وحين يغتر باستيفاء متطلبات حياته قد تلهيه عن مطلوب المنعم عليه بهذه النعمة، فينشغل بالنعمة التي هو فيها عن المنعم الذي أنعم عليه بما هو فيه. فيجي في المسألة يقول لك اوعى تنغرب المتاع والأساس والمتاع والأشياء اللي أنا قلت لك عليها دي، لأن دي متاع إلى إيه؟ إلى حين، يعني متاع موقوت. فإن استمتعت بالشيء اللي بتتمتع به يمكن يهلك هذا الشيء، وقد تهلك المواشي، وعلى فرض أنها هلكت أنت تذهب، إما تذهب هي وإما تذهب أنت، يبقى المتاع إلى إيه؟ إلى إذن فمتاع النعمة موقوت ولكن متاع المنعم خالد. فإياك أن تشغلك أمتعك بالنعمة دي عن مين؟ عن المنعم. ليه؟ لأن النعمة وإن استوفت حظها من الدنيا إلى أمرين: إما أن تفوتها أنت بالموت، وإما أن تفوتك هي بالحاجة. فريح ريحا، يبقى ربنا بيقول ومتاع إلى حين، يعني اذكروا جيدا كلمة إلى إيه؟ إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا. طب الحق تكلم عن أصحاب البيوت، جعل لكم من بيوتكم سكن، وجعل للذين يزعنون ويسافرون من جلود الأنعام بيوتا يستخفونها. طب واللي ما عندوش حد ماشي ياخد جلودي علشان يقعد إن كان مسافر ولا حاجة، قال له برضه نصر له في كونه القيس أشجار تظل به، وجعل له في الجبال كهوف وسراديب يقدر يأوي إيه؟ يبقى إذا مسك الحالات كلها ولا لا؟ حالات الثقل في السكن، حالات الخفة في الانتقال اللي هي من جلود الأنعام، اللي ما عندوش لدي ولا دي يعمل إيه يعني؟ قال له برضو ربنا نصر له في الكون أشجار كده يستظل بإيه؟ بظلها. طب وش معنى الظل يعني؟ هو بس الظل من الحر؟ أم قال لك لأن أصل القرآن نزل في جزيرة العرب، وجزيرة العرب هي بلاد حارة وحاجتها إلى ما يظل أكثر من حاجتها إلى ما يدفئ. إلى إيه؟ إلى ما يدفئ. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وظلال جمع إيه؟ جمع ظل، وظل معناها هو الواقي من الشمس ومن إشعاعته. والظل قد يوصف مرة أخرى بأنه ظل وظليل، ظل وايه؟ ظلا ايه؟ ظليلا. يقول لك في فرق بين الظل، يعني مثلا كان زمان لما يعملوا الخيام يوم يعملوها بسقف واحد، لكن الشمس لما تضرب فيه تأثر برضو على اللي ايه؟ على اللي قاعد تحت، ان لم ياتي له شعاع تجيله الحراره.
برضو تاخدوا ضربة الشمس من الحرارة. فابتدأوا يفكروا يعملوا ايه؟ يعملوا السقف من ايه؟ من سقفين. يعملوا سقف الاول ويسيبوا شوية هواء وبعدين يعملوا ايه؟ اسمه سقف ايه؟ سقف تاني. يوم بدأ السقف اللي على راسه على طول مباشرة مظلم بسقف ايه؟ يبقى الظل نفسه ما ايه؟ مظلل. الظل ايه؟ والاشجار كده، لان ظل الورقة دي والورقة اللي فوقها عاملة عليها ظل والورقة اللي فوقها عاملة عليها ايه ظل، يبقى ظل مظلل ولا لا؟ ظل. وكلما كان الظل ظليلا بالمظللات كلما كان احنا على مين؟ احنا على الجالس ايه تحته. ليه؟ لان قد تظلل الشمس فيمنعه عنك الوهج بتاع الشمس، ولكن منافذ الهواء تقل او تمتنع. فان حفظت نفسك من شيء فقد ضاق نفسك من شيء ايه؟ من شيء اخر. لكنك حين تكون في ظل الشجر الظل يعمل ايه؟ يحبب عنا اشعه الشمس، انما يسمح للهواء ولا لا؟ يسمح للهواء. ولذلك الشاعر لما حب يصف روضه كده انها روضه جميله بيقول احنا مثلا لفح الرمضاء يعني شده الحراره، وقانا هذه الشده واد نزلنا فيه. الوادي ده له اي ايه؟ اشجار. الاشجار دي فيها الاوراق بتظلل يصد الشمس أن واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم. يعني الشمس يعمل ايه؟ يصده، ولكنه يأذن لمين؟ للنسيم. يبقى يدينا النفع والضر. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. والأكنان جمع كن، والكن هو الشيء الساتر. لذلك احنا نقول لفلان ان كان يعني ايه؟ يعني ان ستر. الله جعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم. السرابيل اللي هي الثياب اللي هي يا ازار يا رداء يا قميص اي حاجه اسمها ايه؟ السرابيل. برضو قال تقيكم الايه؟ الحر. العلماء لما يجي في الحاله اللي زي دي يقول لك تقيكم الحر اي والبرد، فكأن اكتفاء بالحر عن البرد. يقول لك ايه الاكتفاء ده؟ لان الشيء اذا جاء ياتي مقابله. وقعدوا دفعوا عن الحكايه دي ويقول لك مش ضروري يعني يجيب لي الحر والبرد. نقول له انت ما فطنتش الى كلام الله. لو فطنتم الى كلام الله ولوجدتم لقطه تشير الى الدفء ولقطه تشير الى الايه؟ هناك في اول سوره، اول الصوره اللي احنا كنا بها ايه؟ والانعام خلقها لكم فيها ايه؟ دفء، مش كده؟ يبقى تقيكم الحر ادي ايه، ولكم فيها دفء ادي للايه؟ للبرد. يقول لك اللي يقي الحر يقي الايه؟ اللي يقي الحر يقي البرد. هو ما بيجيبش الثياب او الغطاء او البتاع ما بيجيبش للانسان حراره. الانسان حرارته في ذاته ذاتيه، ولذلك الحرارة الذاتية ما تختلفش في الأصحاء اللي عندهم سلامة التكوين عن 37. إن عاش في خط الاستواء هي كام؟ إن عاش في سكيمو في القطب الشمالي هي كام؟ هي 90. إن قعد على فرن هي 90. إن قعد على ثلاجة هي 37. كلها إيه؟ دي الحرارة اسمها الحرارة إيه؟ حرارة ذاتية. لكن من إعجاز الحرارة الذاتية أن الله ألغى عنها نظرية الاستطراق الحراري. إيه الاستطراق الحراري؟ عشان تعرف إن دي صنعة خالق. يقول لك أنك إذا جئت بشيء درجة حرارته 100 وشيء درجة حرارته 10 وخلتهم في حيز واحد، إيه اللي يحصل؟ يظل الحرارة 100 دي تفقد من أشعتها وتدي لمين؟ لحد ما يحصل ايه؟ استفراغ وتعادل. تقعد انت توقد النار في الشتاء، تقوم النار دي تبقى لها جذوه بقى وتقعد مصهلله كده، كل النار ما تخبو كل الجو ما يسخن لحد ما يبقى تراب ويبقى كل الجو فيه حراره ايه؟ ده اسمه استطراق حراري. استطراق. يبقى اذا وجد جسمان، جسم حرارته عاليه وجسم حرارته واطيه ويفضلوا في مكان واحد يعملوا ايه؟ يعملوا استطراق زي بعض. الا الانسان،
كونه ربنا تكوين، بمعنى ان ما فيش حاجة حرارتها عالية تيجي الحاجة حرارتها واطية وتدلها ويبقوا سواء. الحرارة العامة 37، انما في اجهزة في الجسم النقصة حرارتها عن 40 ما تؤديش مهمتها. الكبد حرارته النقصة عن 40 يبقى مقتل. عندك جفن العين مثلا 9 دي 7، كل حاجة أرنبة الأنف كل واحد له درجة حرارة مخصوص. طب مع الجسم واحد ايه صاحب الحرارة العالية اهدي الموانع اللي ربنا خلاها، قال له انت احتفظ بحرارتك وده احتفظ بحرارته، والحرارة العامة في الذاتية الانسان 37، وكل جرحة لها حرارتها الايه، لها حرارتها الخاصة، ما فيش واحدة تاخد من الايه. لو الحرارة بتاعت دي تزيد عن 9 تذوب حبة العين. الودن دي حرارتها لو ارتفعت عن المعدل بتاعها بتاع 11 او 12 ما تؤديش مهمتها. ولذلك تيجي فيها اماكن فيها برد شديد قوي، اللي روحناها في امريكا مثلا، اول نصيحه ينصحوك ليه يقول لك اياك انك انت تمسك ودنك كده بايدك، لانها اكمل حرارتها قليله والبروده شديده تنفصل ودنك دي وتبقى في ايدك كده. مهما هذا الحراره العامه كام؟ 37. اذا ما تقولش سرابيل تقيكم الحر، اعطف عليها وقول والبرد ايضا. نقول له لان البرد ايضا دي معموله في ايه اخرى لكم فيها ايه، لكم فيها دفء. واياك ان تفهم ان اي شيء يديك حراره ابدا، الغطاء تتغطى به في الشتاء ما بيديكش حراره. ليه؟ لانك انت اذا نظرت لك انت ساعه تنام ضع يدك على فراشك تجد ايه؟ سائح. طب ضع ايدك عليه الصبح وانت قايم، يبقى هو استفاد من حرارتك ولا انت اللي استفاد؟ هو اللي استفاد. يبقى الغطاء بيعمل ايه؟ بيحفظ حراره النفسي ما يخليهاش تشعل ايه البرد، وان كانت حراره جاي من بره يحوشها عشان تفضل حرارته ايه، حرارته هي هي. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال اكنانا، وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر هناك في البرد ولكم فيها ايه دفء، وسرابيل تقيكم بأسكم. الله. طب في حالة الدعاء وفي حالة الاستقرار وفي حالة السكون والبيوت، وربنا عمل لنا اكنان وعمل لنا بيوت وعمل لنا جلود الانعام، يقوم يجيب لي برضه سرابيل تقيكم بأسكم؟ ما هو البأس؟ البأس هو الحر. بقى يجي في السكون ده والسلامة والسلامة ايه دي يجيب لي سيرة الحر؟ دي معناها ايه؟ معناها نقول لك الحياة لها منطق سلامة للجميع، فإن اختل منطق السلامة فعلى الناس أن يقفوا في جانب ما يخل قرار السلامة. يبقى لازم السلم يحتاج لمين؟ لحرب. حتى في حالة السكون والاستقرار مش عارف ايه والنعمة ايه تقيكم ايه؟ بأسكم. ايه اللي هي؟ الدروع ناخدها في الحرب عشان اذا جاءت الضربة تيجي على الايه؟ على الايه؟ على الدرع. وسرابيل. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حين ينزل الايات البينات التي تحمل منهج السماء، لقد ارسلنا رسلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الايه؟ الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا المنهج. وبعدين طب افرض ان واحد ما يجيش بالمنهج بقى وبالنص، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. اللي ما يجيش بالايه بالحجه يجي بالايه يجيبس. كذلك وشوف وكذلك يتم نعمته، كانه لو ما حماش السلامه العامه بان يجي ناس يغضبوا لمن يؤثر في السلامه العامه واقف امامه ويحاربوه تبقى النعمه ما بتجيش. هنفضل مهددين من اصحاب الفساد يفسدوا علينا نعم الله دي كلها، وما دام يفسدوا علينا نعم الله تبقى السلامه تنتهي. والله جعلنا سكنا واستقرارا، يبقى اي حدث يهيج السكن والاستقرار يجب ان نقوم ايه؟ ان نقوم. يبقى تمت الايه؟ تتم النعمه. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. تسلمون اي تكون
زمام الاستسلام الى الله. تسلمون يعني ايه؟ ما هو الاسلام معناه القاء زمامك في يد من اسلمت له، وانت لا تلقي زمامك الا لمن تثق فيه. انت لما ما اذا لم تكن تجيد شيئا وعرضت لك مصلحه لا تعرف فيها تروح لمين؟ للي يغدر يعني. فاذا كنت في حاجات نفسك اذا لم تعرف هذه الحاجه تلقيها وتسلم زمامك فيها، والله اللي تشوفه اعمله، انا ما اعرفش في الحكايه دي. فاذا كنت تسلم زمامك لمن يساويك في الإنسانية، ولمن يساويك في قلة المعلومات، ولمن يساويك يمكن في عدم الحكمة، بتلقي زمامك له لأنه أحسن منك. أفلا نلقي زمامنا إلى من خلقنا وخلق كل ذلك المستحيل؟ يبقى أنا بقول لكم هذه الحاجات دي علشان إيه؟ تسلمون لله عن يقين. تسلمون لله، معنى تسلمون لله ليه؟ لأنه ليس له مصلحة في أن يأمرك بأمر أو ينهاك بنهي. احنا لما نعبد ربنا لن نزيد ملكه، وان عصناه لن نزيد ملكه. يبقى اذا كل ذلك عائد لمصلحه من؟ لمصلحتنا احنا. يبقى الانسان اللي يلقي زمامه الى غير وقد يكون لغير مصلحه تلوي رايه في المساله، انما ربنا لما يديك حكم ما عندوش مصلحه في هذا فلا يلوى، لا يكون إلا لصالحه. يبقى تسلم ولا ما تسلمش؟ وبعد أن عدد هذه النعم في الذات وفي المحيطات وفي السكن وفي الانتفاعات، قال لك إياك بقى بعد ما تعرف الحاجات دي تسلم زمامك لمين؟ لي. وإن أجريت عليك ما يخرجك عن نفع السلامة، لأنني لا أجري عليك ما يخرجك عن نفع السلامة إلا لغرض أسلم منه، إلا لغرض أسلم منه. ولذلك يقول لك لا عبادتك التسليم، لأنه تسليم لحكمة، تسليم لحكيم، تسليم لغير منتفع. وما دام تسلم يبقى يجلي لك الله الحكمة فيما جرى لك من أحداث، وتعلن رضاك عن حكمه لحكمته. تقول أنا رضيت بحكمك لمين؟ أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. لك حكمة فيه، بس أنا منش إيه؟ وقد يجلي الله للناس الحكمة. ولذلك أنا أقول دائما أنه إذا حدث حدث بالإنسان فيضجر منه ويغضب ويسخط، يقول له أنت الذي تطيل على نفسك أمد القضاء، لأن الله لا يرفع عن عبده قضاء حتى يرضى به. محدش بيلوي ايده ابدا، فعايز القضاء يخف ترضى به. ساعة ما ترضى بالقضاء يرفع القضاء. اذا لم يرفع عنك القضاء فاعلم ان مكان الرضا من نفسك لم يكن مقبولا. قد ترضى بلسانك ولكن قلبك لا يزال. فاذا تريد ان ترفع اي قضاء، ولذلك يقول ايه؟ اللهم اعطنا ما يرضينا أو ردنا بما تعطينا، حاجة من الاثنين. فالذي يسلم زمامه إلى الله وينسب كل تصرف من التصرفات التي تقع إلى حكمة مجريها، الله يقول له قد فهمت عني. ولذلك احنا دائما نذكر قصة سيدنا إبراهيم، فيه بلاء أكثر من أن يبتلى الأب وابنه اللي ما شافوش إلا بعد سن الكبير، ومش يبتلى فيه يموت، لا، مش يبتلى فيه واحد يقتله، لا، بل يبتلى فيه بان هو اللي يموته. وده ابتلاء من كم مرتبة؟ دي ابتلاء من مراتب متعددة. فقده وفاقده والمفقد له مش عدو، بل المفقد له نفس المحب ابوه. تبقى قاسي على نفسه ولا مش قاسي على نفسه؟ وليت الامر بوحي ظاهر ولكنه بمنام. كان يغدر يتأول في المنام، لكن رؤيا الأنبياء ما تأولهاش. وقص لابن المسألة ليه؟ حرصا على ابنه أن يتحول قلبه عن أبيه ساعة يأخذه ليذبحه. فقال لك ولماذا لا يشاركني ابني في الرضا بقدر الله ويفهم أنني ساعة بقى. ولذلك قال له إني أرى في المنام إيه؟
واحد يقول لما يخوفه لما كان يذبحه كده من سكات وبلاش الرعبابة دي نقول له لا، لأنه ساعة ما يجي يذبحه الواد قلبه يتغير على أبوه، بده يقول له اللي دي مسألة عبودية عشان الواد ياخد برضه إيه ياخد صار. ولذلك الولد كان حكيم حتى فرد، قال له يا أبا تفعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ما لم أمر ده خلاص. فلما أسلم وتله الأسلم الأب والإب، ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لأنني أريد من عبدي أن يسلم، ما دام سلم يرفع القضاء، ومش نرفع القضاء ونفديه بذبح عظيم عشان يفضل، لا هنفديه بذبح عظيم ونجيب له كمان ولد تاني، وبشرناه بإسحاق. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون زمامكم إلى الله، وتعلمون أنه خلق لكم الكون قبل أن يوجدكم فيه، وأمدكم بكل متطلبات الحياة ضمان لبقاء حياتكم وضمان لبقاء نوعكم، ومتعكم هذه المتع. فاللي عمل لكم كده عن غير حاجة فيه لكم يبقى جدير أن نسلم له الإيه؟ أن نسلم له الزمام. يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه بعد هذه الآيات، وعد ووعيد ووهاب ونعم وآلاء وآيات، فإن تولوا بعد ذلك يعني إياك أن تحزن، لأن أنت لست مأمورا إلا بالبلاغ. ولذلك يأتي في آيات أخرى يقول فلعلك باقع نفسك ألا يكونوا إيه مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، لكن أنا عايز قلوب مش عايز قالب، لأن فرق بين السيطرة على القالب والسيطرة على القلب. واحد يسيطر على قالبي ويجي يخليني قاعد في حالي كده ويدخل علي بمسادة تقول قم يا ابن الكذا اعمل كذا، اتحزم وارقص، اتحزم وارقص، لأنه سيطر على مين؟ على القالب. لكن أيسيطر على قلبي بأن أحبه أو أحترمه؟ أعيدي الحتل، والله يريد إيه؟ قلوب مش قوالب. إن كان قوالب كان يقدر يخلوهم ما حدش يقدر يتنفس، ما يمكنش. ولذلك حين أرسل رسولا ملكا اللي هو سيدنا سليمان ما حدش يقدر يقفله. فإن تولوا بعد هذا كله فإنما عليك البلاغ، والبلاغ اللي هو مش ناقص ده بلاغ مبين لكل جزئية من جزئيات حركات الحياة. مفيش واحد يتلاكي كل ده، ربنا مساب الحتة دي، ده مسكها من أول إيه؟ من أول لا إله إلا الله لحد إماطة الأذى عن الطريق. شوف إماطة الأذى عن إيه؟ عن الطريق، ما سابش حاجة أبدا فيكم، كل حاجة موجودة. يبقى ليهم هذا بلاغ مبين ومحيط لمصالح الناس، لو لم يأخذوه دينا لوجب أن يأخذوه نظاما. إما خدوش دين يجب أنه يأخذوه إيه؟ نظام. والدليل على ذلك أن الأمم أو الأديان التي عادت الإسلام تقف أمامها مشاكل لا تحل بفكرها ولا بقوانينها، فيضطرون أن يذهبوا إلى حل من الحلول. لما يذهبوا إلى حل من الحلول نجد هذا الحل التقى بحل القرآن أو قرب من حل القرآن. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، بلاغ محيط، بلاغ مستوفي لكل أخذات الحياة. يعرفون نعمة الله، لئن سألتهم من خلقهم ليقولون إيه؟ من خلق السماوات والأرض الله، كل حاجة الله الله. طب ما الإيه اللي جرى لكم؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وجحدوا بها واستيقنتها ايه انفسهم. يجي واحد يقول لك طب ما الا ما دام عارفين النعمه ايه اللي بيخليهم يجحدوها؟ قال لك اه، لان النعمه لو كان مجرد كلام يقول انت ربنا ولا اله الا انت كانت حاجه سهله قوي، انما اصل لا اله الا الله دي لها ايه؟ لها مطلوبات. وما دام لا اله الا الله لا يشرع الا الله ولا يامر الا الله ولا ينهى الا الله ولا يحل الا الله، يبقى عملهم في قلب حديد ولا لا؟ الله، وهم عايزين يقلب حديد، هم عايزين خلاص الدين الحق بيقيد حركتهم. فلما تيجي تقول يقول لك الله
طب يا سيدي ما دام الله ما بيقولش كده ليه قال لك لا؟ ولذلك حينما لم يقل العرب لا اله الا الله محمد رسول الله كانوا فاهمين مطلوب هذه الكلمه، والا لو كانوا عارفينها كلمه قل قالوها، انما هم عارفين ما فيش سياده ما فيش طغيان ما فيش جبروت في سواسيه في 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 لا، ودي مساله شقه على نفوسهم. يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثرهم كافرون. بعض العلماء يقول لك واكثرهم المراد كلهم، تقول له طيب ما دام المراد كلهم يعني ما كان يقول كافرون وخلاص، لا اكثرهم لا احتياط الاحتياط. قال لك لان بعض الذين يتكلموا عنهم من الجائز ان يكون الاسلام قد راود عقولهم وابتدأوا يفكروا واسلموا، فلو قال كلهم كافرين يبقوا اللي حيفكر في الاسلام يقول لك الله ايه الحكايه دي. وايضا فيهم من لم يبلغ حد التكليف، واللي ما بلغش حد التكليف ده ما نقدرش نقول عليه انه كافر. يبقى واكثرهم كافرون جاي تعبير دقيق ولا مش دقيق، وتعبير فيه الاحتمالات ولا فيه لا. ويوم نبعث من كل امه شهيدا، بيقول المساله مش هتمر كده، لو كانت المساله هنقول لكم انتوا تكفروا ومساله حياه تنتهي وخلاص معلش، انما المساله في بعث وفي هنبعث شهيد عليكم وفي مرجع الينا. يبقى ان لم تشكر الله على ما انعم عليك سابقا فاحطط للقائك به لاحقا، هتروح له بعدين. نعم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، الشهيد اللي ايه يشهد انه ايه. ولذلك يقول في آيات اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، وذلك ايه اللي تكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم ايه أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب الرسول انتم هتبقوا شهداء على الناس، فكأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعطاها الله أمانة الشهادة على الخلق بأنها بلغته. إذن فكل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب منه أن يبلغ ما بلغه الرسول ليكون شاهدا على من بلغه أنه إيه أنه بلغ. ثم لا يؤذن للذين كفروا، لا يؤذن، يبقى فيه شهيد وبعدين ما يؤذنش للذين يؤذن، يعني قال لك ما هو ايه الفئة تانية، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لما يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك، يجاب الى هذا ربنا يقول ده احنا لو رجعناه برضه ولو ردوا لعادوا لما نهوا ايه. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يستعتبون مادة استفعلة اللي استعتب يستعتب ويستعتب، مأخوذة من ايه من العتاب، والعتاب مأخوذ من العتب، والعتب اصله ايه الغضب والموجدة يجدها الانسان على شخص اخر صدر منه ما لم يكن يتوقعه. يعني واحد عمل حاجة ما كنتش تتوقعها تقوم تيجي انت غضبان عليه، يبقى في موجودة في نفسك عليها، فإن استقرت في نفسك ولا اتكلمتش يبقى ملكش حق، لأن لعل له عذرا وأنت تلوم. عاتبه، يبقى ساعة يوجد العتب في النفس الغضب والموجودة، يبقى يجب عليك أنك تعمل إيه، لأن أنت غضبت منه لتصرف تصرف مش هو وياه، يبقى دليل على ان مكانته عندك كانت تتطلب موقف غير كده. والا هل انت تعتب على كل واحد اساء لك؟ انت لا تعتب على احد اساء اليه الا اذا كنت قد وضعته وضعا لا يتاتى منه الاساءه. ما دام انت عتبت وغضبت ووجدت عليه من حقه عليك ان تعاتبه، يبقى بعد العتب يجب ان يوجد ايه عتاب. العتاب تقول له ليه عملت الشيء فلان، يقوم هو يبقى موقفين،
إما أنه يكون فعل فيعتذر عنه، وإما أنه يكون ما فعلش فهم فيه. يبقى إن اعتذر عنه أو نفاه يبقى أزال عتبك. أزال إيه؟ عتبك. مدام أزال عتبك يبقى يقال إيه؟ اعتبه، عتب فلان فلان عتابا فأعتبه فلان. أعتبه يعني عمل إيه؟ أزال عتبه. أزال عتبه بأنه بين له إيه؟ إن كان الفعل صح يبين له إن هو سببه كيت وكيت وكيت، وإن كان المسألة والله دي جت غلطة مني وأنا ما فهمتها يبقى اسمه إيه؟ أعتبه. واللي أعتبه دي يقال في العتبة اللي يصدر من صاحب الذنب اللي عمل ده يبقى اسمه الإيه؟ العتبة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في 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 ضراعته في الطائف: لك العتبة حتى ترضى. لك العتبة يا رب، إن كان فيه عندك حاجة بالنسبة لي أنا يعني أعتذر وأنا أستغفر. فكأنه بيترضى مين؟ فبقول لك العتبة يعني لك ما يزيل غضبك علي، لك الإيه؟ العتبة. طيب اللي أنت بتحبه ده يجب تمهد له سبيل. افرض ان هو هيجي اعتبه يعني ازال عتبك ويبقى ادى العتبه، اما عملش كده استعتبه يعني قول له ايه اللي حصل، ايه الظروف اللي خلتك تعمل الشيء ده. يقال تعتبه يعني طلب منه ان ايه؟ ان يعتبه. ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون. ما نقول لهمش ايه عذركم، لان الذي تستعتبه تبكي على مودته. معنى تستعتبه تبكي على ايه؟ يعني مش هو اعتب من نفسه، لا انت تقول له ايه الحكايه، تقوم ايه تستحسه على ان يزيل ايه؟ على ان يزيل عتابك عليه. يعني انت اللي تفتحه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ استعتب. طب ويبقى في الكافرين هنستعتبهم ليه؟ ده المسألة لم تعد دار تكليف، المسألة انتهت. اللي راح النار راح النار، واللي راح الجنة راح الجنة، هنستعتبهم ليه؟ ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، فكأن العذاب هينصب كده ويبقوا شايفينه قبل ما يدخلوه. ليه؟ ام قال لك لان في ادراكات النفس تتأذى واحاسيس النفس تألم، فانا عايز ادراكات النفس تتأذى قبل الاحاسيس ما تتألم. شو هي المرايز؟ واذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، اي يمهلون ويؤجلون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، قالوا شركاءهم مين؟ اللي كانوا بيعبدوهم من دون الله، اللي كانوا بيزينوا لهم المعصية، اللي كانوا بيزينوا لهم الكفر، وهم هيجتمعوا الاثنين، يبقوا الاثنين موجودين. وقال الذين اتبعوا الذين اتبعوا، ويقعدوا يتناقشوا بقى، أنتم لولا أنتم لكنا مسلمين، ويقعدوا يناقشوا بعض ويقول لك لا أنا ما عملتش حاجة، ويقولوا لا أنت اللي عملت. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، هم دول أهم. فألقوا إليهم القول، يقال قال فلان كذا أمام فلان فألقى فلان إليه القول، يعني رد عليه بإيه؟ إحنا ما حملناكوش لا بحجة ولا بقهر على أن تكونوا كذا، زي ما الشيطان حيقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هنا بقول طب هؤلاء هم أشركوا الأصنام وأشركوا غير الأصنام، أشركوا من الأناسي من زين لهم الكفر ومن زين لهم المعصية وأشركوا الأصنام. طب لو كانوا الشركاء من الأصنام أم قال لك الأصنام مش هيتكلموا، يبقى لازم يريد مين؟ الذين زين لهم من الايه؟ من الإنس ومن الجن كفرهم أو ايه؟ أو معصيتهم. أو أن برضو الأصنام هتتكلم
وانت ليه بتستبعد الاصنام تتكلم؟ كنا ندفع. فالقوا اليهم القول يعني ردوا عليهم ايه قولهم. احنا ما كانش لنا عنكم ايه سلطان الا اننا دعوناكم فاستجبتم لنا ولم يكن لنا قوه نرغمكم على الاله الفعل ولا حجه نقنعكم بها ان تفعلوا انكم لكاذبون. والقوا الى الله يومئذ السلام. خلاص بأصل كانت المسألة فيها خيار زمان، انت كنت مختار تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، انما ايه لمن الملك اليوم؟ ما اعرفش. يبقى القوا السلام اي استسلام، ما لم يستسلموا له اختيارا استسلموا له قهرا. اذا فالايمان عمل ايه؟ اللي خلاه يمشي اصبع عني خلاه تمشي بهجوده، ما دام هستسلم هستسلم والمسألة ستصل إلى أنه لا إله إلا الله وما فيش إلا هو، وأنا حيواجهني يوم القيامة. أنا بالاختيار أعمل إيه؟ أجيبها من أصلها. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم كلمة ضلال ترد بمعاني متعددة. ضل أي غاب. اللي كانوا بيفترون يقول لك هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يدوروا عليهم ما يلاقوش الشفعاء، يبقى ظل هنا بمعنى ايه؟ بمعنى غابة. كما يقول الحق سبحانه وتعالى أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق ايه؟ يعني هم هيبقوا بقى ذرات والأرض تاكلهم ويغيبوا ببطن الأرض مستبعدين قوي. يبقى إذن الضلال مش معنى واحد، الضلال بمعنى ايه؟ متعددة. من معانيها انه ايه؟ يغيب، يغيب عن ادراكه. طيب ضالة الانسان التي تذهب منه في الطريق او في الصحراء، يبقى غابت عنه ولا لا؟ طب وقد يطلق الضلال ويراد به النسيان، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه؟ احداهما الاخرى، يبقى ده برضه ضلال ولا لا؟ وضل في تردد بينما عليه مش عارف ايه الحكايه ايه. يعني مثلا زي وجدك ضالا فهدى. ضلا يعني ايه؟ هو كان في منهج له وهو سابه وبقى ضال؟ لا، ده هو شاف اهل السياده واهل العقول الراجحه على الطريق، والطريق ده هو مش مقتنع بيه، هيقول ايه الحكايه بتاعتهم دي؟ ام قالوا لا احنا بقى ناخدك الى الحته اللي تعجبك، دي مش عاجبك يبقى ناخدك. لا، يبقى وجدك ضالا فهدى يعني انه كان فيه منهج والنبي فرقه وبعدين ربنا هداه. لا، انت متحير فيما عليه القول وما ينطبق عليه العقل السليم والفطره النيره، تجد اللي بيعملوه ده مش صح، انما ما انتش عارف هو ايه. ام ربنا قال له ايه؟ ما كنتش عارف هو ايه، احنا قلنا لك هو ايه؟ هو ايه؟ وقلنا ايه؟ والنسيان ايضا يطلق عليه فلان تضل احداهما اي تنسى احداهما. طيب واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون اي يمهلون ويؤجلون. واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، فالقوا اليهم القول ردوا عليهم قال لهم لا انتم كذابين، احنا ما كناش لنا حجه نقنعكم بها ولا سلطان نقهركم به. وألقوا إلى الله يومئذ السلام، استسلموا، يبقى استسلموا إيه؟ قهرا. وضل عنهم أي غاب ما كانوا يفترون من الدعاء أنهم آلهة وشفعاء وأنهم كذا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفر ده ذنب ذاتي، إنما الصد ذنب متعدي. اكفر كما شئت والعياذ بالله، أنت حر، انما تيجي تخلي غيرك يكفر يبقى لك عملين اثنين. العمل انه كفر في ذنبه وايه؟ صد عن سبيل الله وعن الايمان، يبقى له عملين اثنين. ولذلك هناك هيقول في ايه اخرى ليحملوا اثقالهم ايه؟ واثقالا مع اثقالين. يجي واحد يقول لك يا شيخ غير المستشرق، يقول لك يا اخي لا تزر وزرة وزر اخرى. تقول ما هي الوزرة؟ هو واحد، ده مش وزر، لأنه فرق بين وزر الضلال في ذاته ووزر الإضلال لغيره. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. العذاب الأول على إيه؟
على كفرهم وزدناهم عذاب على كفر مين؟ ولذلك أنا أقول من سن سنة إيه؟ فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل إيه؟ بها. ولذلك أقول إياك أن تقع عين المجتمع أو أذنه على شيء يخالفه منهج الله منك. ليه؟ لأن اللي سمعه تأثر فيه، فكل ما يعمل سيئة تيجي عليك أنت، يبقى مش بالزيادة عليك سيئاتك، هتاخد إيه؟ سيئات الآخرين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، لأن ده إفساد. الإفساد أنك أنت تعمد إلى شيء صالح أو إلى شيء قريبا من الصالح فتفسده، ما تسيبه هو يمكن من نفسه يعتدي إلى منهج الله، تبقى أنت منعت الإيه الصالح في أو القابل للصلاح أن يصلح. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. الشهيد بقى إذا كان من نفس تبقى بينته قوية. طب من النفس يعني إيه؟ يعني من جنسهم، الناس الأئمة، الناس اللي وعظوا، الناس اللي بيدعوا لله، الناس قالوا والله إحنا قلنا لهم هم اللي أصدروا. أو شهيدا من أنفسهم بمعنى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. الله، تبقى شهيد من ذاته ولا لا؟ إما إذا من نفسه أي من جنسه ولكنه مؤمن، خلاص، أو من ذاته من أبعاضه إذا كانت الأيدي حتشهد والأرض حتشهد والإيه والألسنة إيه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. يبقى شهيد على مين؟ على الشهداء. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا، كلمه شيء دي جنس الاجناس، وما دام يقول لكل شيء يبقى ما فيش شيء اسمه مش في الكتاب. نقوم نقول له طيب ما دام ما فيش شيء اسمه مش في الكتاب، امال بنطلب ليه من العلماء انهم يجتهدوا ويطلعوا لنا حكم كذا وحكم كذا وحكم كذا؟ نقول له اذا القران جاء معجزه وجاء منهجا في الاصول الامور الاصليه، وطلب الله في المنهج في الكتاب نفسه من رسوله ان يشرع. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. يبقى فعل الرسول قولا او فعلا او قول غيره امامه او فعل غيره امامه يبقى ثابت بالكتاب. ولذلك يقول لك مثلا انت بتصلي المغرب ثلاث ركعات بين، ما هو النص؟ تقول له النص قول الله: ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب افرض ان شيء لسه الرسول ما قال لك بينه حين ارسل معاه الى اليمن، قال له بما تقضي؟ قال له بكتاب الله. فان لم اجد في كتاب الله قضيت بكلام رسول الله، فان لم اجد في كلام رسول الله اجتهدت ولا قالوا، يعني لا اقصر، اقعد ادور بقى اجتهد قوي في ان انا اجيب الايه. اللي اباح لي ان اجتهد مين؟ صدق رسول رسول الله، صدق رسوله رسول الايه رسول الله. يبقى اذا اي حكم. ولذلك انا قلت لكم ان مره الامام محمد عبده حدث عنه انه كان في باريس وقال ان واحد مستشرق قال له: ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه ايات في كتابكم؟ قال له: نعم. قال: فكم يوجد في اردب القمح من الارغفه؟ كم رغيف يوجد في اردب القمح؟ فقعدوا كده وجاب خباز وقال اتوني بخباز، فجي الخباز وسأله، فلما سأله قال له أنا بقول لك أنت اللي تقول لي من القرآن. قال له: ما هو ده في القرآن. قال له إيه؟ قال له: أن القرآن علمنا فيما لا نعلم أن نسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. يبقى اداني الحجة ولا ما ادانيش الحجة؟ اداني الإيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وإلى لقاء